صباح الخير مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. يعني الحقيقه الساده المشاهدين، ما زالت طبعا سيارات الاطفاء وسيارات الشرطه في المكان للسيطره على حريق استوديو الاهرام. الحقيقه الساده المشاهدين، يعني اللحظات الصعبه ل طبعا هذا الحريق. الحريق طبعا ده اللي كان في لوكيشن تصوير مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان، وطبعا في مسلسل المعلم اللي هو بيتم عرضه دلوقتي في طبعا شهر رمضان. الحقيقه الساده المشاهدين، يعني لحظات صعبه جدا من داخل استوديو الاهرام بعد اشتعال الحريق في الاستوديو بالكامل واصبح كوم رماد. يعني الحقيقه الساده المشاهدين، لحظات صعبه جدا. الحريق كان من منتصف الليل ولسه ما زال يتم السيطره على هذا الحريق. تم الدفع بسيارات الاسعاف في كل مكان زي ما حضراتكم شايفين، يعني سيارات الاسعاف منتشره في شارع خاتم المرسلين بالكامل يتم السيطرة على هذا الحريق الذي نشب في منتصف الليل. والحقيقة السادة المشاهدين، يعني كان ذاكر أحد شهود العيان إن الحريق كان بشكل كبير جدا وطال زي ما حضراتكم شايفين العماير المجاورة، يعني يقال إن هو ست مباني أو ست عماير في المناطق المجاورة. يعني الحريق انتشر بشكل كبير جدا في استوديو الأهرام بشكل فظيع جدا. يعني الحسادة المشاهدين، يعني مشاهد مؤلمة جدا، وسيارات الإدفاء بالداخل للسيطرة على هذا الحريق الكبير الذي نشب من منتصف الليل. يعني الحريق في العماير المجاورة كمان لاستوديو الأهرام، يعني هذه العمارة الأولى اللي يعني انتشر بها الحريق، وكان الحريق فيها للطوابق العليا وطبعا زجاج طبعا هذه العماير زي ما حضراتكم شايفين الحريق طاله، ويعني حصل ان الزجاج طبعا اتكسر من شده النيران، وكمان العماير اللي جنبيها يعني تفحمت بشكل كل في من الجانب الحريق. يعني العماير كلها، يعني العماره تعدي السبع طوابق، ويتم طبعا رشها بالمياه ليتم السيطره على الحريق من الداخل، لان طبعا الحريق طال المنازل من الداخل والاساسات. وكمان دي زي ما شايفين حضراتكم العماره الثانيه، وفي العماره الثالثه اللي هي طبعا من وراها وتم السيطره عليها، والعماره الرابعه اللي من وراها، وطبعا في مباني في الجانب الاخر كمان يعني في التهمها الحريق. وطبعا داخل الاستوديو في نخل، وطبعا وكان شادر عباره عن شادر للسمك، وكان اللوكيشن كان اللوكيشن لمسلسل المعلم للفنان مصطفى درويش. لكن احنا طبعا كان في احد الفنانين هنا وطبعا طمنا منه على الحاله الصحيه لقصد التصوير بالكامل، وقال ان قصد التصوير غادر قبل طبعا الحريق ب يعني ما يقرب من الساعة تقريبا. وبعد مغادرة قصد التصوير بالكامل والفنانين وطبعا العمال من داخل استوديو الأهرام، اشتعل الحريق بشكل كبير جدا. الحقيقة السادة المشاهدين، مشاهد مؤسفة، مشاهد حزينة جدا لخسائر بالملايين. يعني نأمل ان ما يكونش فيه حد يعني اصابته تكون شديدة جدا، يعني طبعا نحمد الله على طبعا ان يعني محدش مات في هذا الحريق، يعني عدم وجود حالات للوفيات، وده طبعا شيء ان ده يدل على رحمه ربنا في شهر رمضان. الحقيقه الساده المشاهدين، ماشي، الحقيقه الساده المشاهدين، يعني احنا نتطلب الدعاء من حضراتكم. يعني انا بطلب من السادة المشاهدين الدعاء طبعا للمصابين، ان ربنا طبعا يقومهم بالسلامة بعد هذا المشهد الفظيع وهذه طبعا الحريق الهائل الذي انتشر في استوديو الاهرام. يعني الوسط الفني ضج كله بالحزن بعد هذه المشاهد الحزينة. يعني طمنوا بعد ما اتصلوا بقصة التصوير وقالوا لهم ان الناس غادرت لوكيشن التصوير، لكن الحريق طبعا زي ما حضراتكم شايفين اصبح شادر استوديو الاهرام بالكامل رماد. يعني هذه مشاهد مؤسفة. يعني احد شهود العيان كان بيذكر ان خلال الحريق كان في مشاهد صعبة خلال الحريق، كانت النيران
النيران طبعا بتتطاير بشكل فظيع جدا، كتل نيرانية صعبة جدا هي التي طبعا تطايرت على هذه طبعا الجدران وأدت إلى اشتعال طبعا هذه العقارات اللي بجوار الاستوديو. يعني لأن المشهد كان صعب والحريق كان بشكل كبير جدا، فانتشار النيران وطبعا تطاير النيران وكرات النيران بشكل كبير جدا أدى إلى اشتعال النيران في هذه العقارات. وكمان يعني تم فصل الكهرباء بالكامل وخطوط الغاز عن هذه المنطقة بعد انتشار النيران بشكل كبير جدا. يعني طبعا وإحنا بنشكر رجال الإطفاء من بداية طبعا الحريق وهم طبعا على استعداد كامل، وطبعا في قلب النيران كانوا جوه، هم اللي كانوا طبعا بيطفوا بشكل كثيف جدا وكانوا استخدموا عربيات اطفاء كثيرة جدا. يعني الحقيقة السادة المشاهدين هي جات غفلة، وطبعا الحريق جاء بشكل كبير جدا، ولكن الحقيقة السادة المشاهدين تم السيطرة عليه. اما بالنسبة للمصابين فهي طبعا بعض الحالات البسيطة، لكن حالات الوفيات لا توجد حالات وفيات لهذا الحريق، وطبعا ده يعني الحمد لله نتيجة طبعا لهذا الحريق. لكن السادة المشاهدين ما زالت طبعا أثار الحريق في هذا المكان وبعض الرماد وبعض الدخان المتصاعد، وطبعا سيارات الإصفاء ما زالت تستخدم طبعا يعني تستخدم لضخ المياه لداخل هذه العقارات، لأن يبدو أن هناك بعض النيران داخل هذه المنازل في هذه العقارات. الحقيقة السادة المشاهدين يعني هي كانت مشاهد صعبة جدا. يعني كان أحد شهود العيان كان طبعا بيحكي وبيروي التفاصيل المؤلمة اللي كان شايفها قدامه وما كانش عارف يعمل إيه، لكن طبعا بالفعل كان مبهور بعربيات الإطفاء اللي كانت موجودة وكانت بتطفي، وكان مكان يعني أكثر من يعني 20 عربية سيارة إطفاء هنا في المكان للسيطرة على هذا الحريق. وبالفعل من منتصف الليل ورجال الإطفاء طبعا يعني شغالين على قدم وساق للسيطرة على هذا الحريق. الحسد المشاهدين ما زلنا برضو بنحاول نتواصل مع طبعا الفنانين علشان خاطر يعني احنا عايزين نطمن اكتر، هل حد اتصاب، هل كان ليه حد منهم ليه حاجة جوه في المكان. الحقيقة السادة المشاهدين كلنا حريصين على الاطمئنان على صحة طبعا السكان المجاورون في هذا المكان وعلى استوديو الأهرام، لان طبعا دي ارواح ناس، وطبعا ده كان يوم حزين جدا على الشعب المصري بالكامل. وما زلنا متابعين مع حضراتكم لحظة بلحظة اخر التطورات لهذا الحريق. وطبعا رجال الاطفاء زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني احنا لو دققنا وشفنا سيارات الاطفاء تعلو فوق الطابق، وطبعا باستخدام مضخات المياه بشكل كثيف جدا للسيطرة على هذا الحريق. وطبعا ما زالت السيارات تقوم بدفع هذه المياه داخل هذه المنازل، ويبدو ان هناك طبعا ما زالت بعض النيران في هذه المنازل، وخسارة طبعا الاساسات وخسارة طبعا هذه المنازل، ربنا يعوض على اهليها. وان شاء الله اهم حاجة يعني احنا ان احنا تطمننا على هذه الارواح، ارواح طبعا الناس اللي موجودة في هذه العقارات، لان على ما انتشرت النيران في هذا الاستوديو طبعا الناس اللي كانوا طبعا في العقارات نزلوا بشكل سريع جدا الى طبعا الشوارع لكي طبعا ينقذوا انفسهم. يعني الحقيقة السادة المشاهدين انا بطمن طبعا بطمنهم على هذا طبعا الحادث الأليم الذي طبعا كلنا يعني اتفزعنا ليه. لكن الحقيقة السادة المشاهدين احنا بنشكر طبعا رجال الاطفاء لانهم هم اللي كانوا الحقيقة موجودين هنا من بداية هذا الحريق في التوقيت المناسب، وبالفعل تم السيطرة على هذا الحريق. ويبدو ان في الجانب الاخر لم يكتفي الحريق، طبعا الحريق ما كانش موجود في الجانب ده بس، كان في الجانب الاخر طبعا حريق على في المبنيين اللي حضراتكم شايفينهم، وسيارات الاطفاء تقوم بالدفع القوي للمياه والسيطرة على هذا المبنى بالكامل، وبشكل كامل تم السيطرة على هذا المبنى. لكن سيارات الاطفاء تقوم بطبعا تزويد المياه حتى تقوم بالانتهاء من الكامل من طبعا بقايا النيران في هذه المباني. الحقيقة السادة المشاهدين كمان النيران التهمت الأشجار والتهمت النخيل الموجودة طبعا في هذا المكان،
النخيل طبعا يعني من شدة النار اللي كانت موجودة في المكان طبعا النخل أخضر، النار حرقت النخل بشكل كامل، فحمته بشكل كامل، على الرغم إن النخل طبعا ليس طبعا شريح في الاشتعال، لكن الحياة سادة المشاهدين احنا اطمننا بشكل يعني كويس جدا على أرواح الناس. لكن اللي احنا طبعا كنا نأمله ان الحريق ما يتمش، لكن ده قدر ربنا ان دي جات صدفة وهي في هذا الشهر الكريم. يعني الحمد لله ان مفيش اصابات خطيرة ومفيش وفيات في هذا الحريق، وقصة التصوير اطمننا عليه. طبعا انا بطلب من السادة المشاهدين طبعا الدعاء ل طبعا المصابين بعد حالات الاصابات الخفيفة في هذا الحريق. لا تبانش منع.